أتكلم من واقع خبرة مصرية فريدة لشعب قام بجهد جبار لاستعادة دولته وإنقاذ هويته، واختار أن تكون الدولة الوطنية القادرة والعادلة بابه للإصلاح وتحقيق تطلعاته في الحرية والتنمية والكرامة. تنطلق اليوم فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد تحت عنوان إعادة بناء الثقة وإحياء التضامن العالمي، وذلك بمشاركة مصرية فاعلة. هذا ومن المقرر أن يجتمع قادة العالم خلال الأسبوع رفيع المستوى الذي يستمر حتى 22 من الشهر الجاري في قمة أهداف التنمية المستدامة وقمة طموحات المناخ والمناقشة العامة إلى جانب الأحداث الرئيسية الأخرى.